بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مستر رزق الصديق النهارده بنتكلم في أول حلقاتنا للصف الاول اعدادي grade 7 second term unit you know 7 how was your weekend? <applause> نبدا دلوقتي بسم الله كده عندنا اول حاجه نيو فوكابلري الكلمات الجديده ببدا درس درس النهارده بتكلم في الدرس الاول والدرس الثاني في الوحده السابعه الترم الثاني قرر كده حضرتك معايا ريبيت افتر مي ويك اند ريستورانت اريا هاف ا هير كات ستاديوم بولينج لانش توجذر ويل كانتين اكزيبيشن تمام يا استاذة نبص كده معايا هنا في الصفحه المقابله alley Dinner aquarium uniform sports center fun fair plant planetarium planetarium nervous diary swimming pool dark fantastic فيديو كده معايا الصفحة، احنا دلوقتي في الشريحة سلايد نمبر 2 تعبيراته اللغوية معايا كده أنا عندي الفعل جو بيجي معاه بولينج، جو بولينج، جو سويمينج، جو شوبينج، ميت معاها ميت ماي ميت ماي بيست فريند بلاي تنس، ليسن تو ميوزك، جو بولينج، جو سويمينج، جو شوبينج meet my best friend play tennis listen to music نكمل يا مستر كده أنا عندي هنا watch watch a football match have معاها have breakfast have lunch have dinner have a haircut have a math lesson do معاها homework أو housework okay بالصفحة. عنده حروف جر هامة جدا أنا عندي يا مستر هنا رايد أون أ ويل بمعنى يركب دراجة Look at the ينظر إلى النجوم باي something for someone يشتري شيء ما لشخص ما took time to be. بعد الفعل فين في المصدر بمعنى يستغرق وقتا لكي أي حاجة أي كلمة في اللغة الإنجليزية مع فيها كلمة day بس بقى بكلمة ايه بحرف الجر on on Friday في يوم الجمعة help مفعول with يساعد شخص في in the park في المنتزه at the restaurant في المطعم نبص على الجدول التاني على الجانب الآخر بمعنى on the other side في الكانتين in the canteen معظم أو أغلب most of يريد أن want 2 وبعد كده بحط الفعل في المصدر frightened of اي خوف بحط معاه حرف الجر of frightened of scared of اوكي okay. feared of afraid of move to يعني ينتقل او يتحرك الى اوكي okay. quite nervous عصبي الى حد ما كلمه quite الى حد ما او تقريبا لما اسال يا مستر هنا What kind of بمعنى ما نوع Number four كلمات وعكسها Small عكسها big Friendly Unfriendly أو rude Nervous متوتر أو عصبي عكسها calm هادئ Okay Frightened Brave شجاع New عكسها old Number five ملاحظات لغوية أنا عند number one عند الأفعال Do Spend أفعال تأتي بمعاني مختلفة number one do homework يؤدي الواجب do a test يؤدي اختبار خليك معايا كده أنا أبليك ده في الامتحان number one شوف كده السؤال الأول I اختيارات make ولا do my homework every day حضرتك قلت لك إن homework معها إيه do يبقى الحل I do homework or I do my homework every day يوسف does ولا makes tests every year. يوسف عند مستر هو does okay do أو does يوسف does tests every day. هلا بالصفحة. الملحوظة الثالثة يا مستر هنا نمبر 3 عند الفعل take مضارع الماضي من التوك وبيجي بعده زمن وبعد الزمن بحط تو والمصدر مثال It took three hours. استغرق ثلاث ساعات. Driving or to drive. لا القاعدة فوق مستر واضحة. Take or took. بعد طول مصدر يبقى الحل. It took three hours to drive from Port Said to Cairo. Number two. ناخد بالنا إن عندي هنا مستر روابط عند بط بمعنى لكن وتعبر عن التناقض وعند سو so بمعنى لذلك. ناخد حاجة حاجة. Number one. But بمعنى لكن وتاتي في فصل الجملة للربط بين كلمتين أو جملتين بينهما تناقض، تناقض يعني إيه؟ يعني حاجة عكس التانية، طويل قصير تخين رفيع أبيض أسود أوكي وهكذا. I don't usually like football but لكن all his brothers wanted to play. هنا في التناقض فلازم أربط بإيه؟ بالأداة بأداة الربط إيه؟ but number two سو so, بمعنى لذلك وتربط بين جملتين بينهما نتيجة. It was my birthday, so I went to the fun fair. لقد كان عيد ميلادي لذلك انا ذهبت للإيه؟ الملاهي. وغالبا قبل سو بحط الكومة اللي احنا شايفينها دي. يعني. مستر دلوقتي احنا هننتقل دلوقتي لإكسرسايزز. Number one choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number one it took us three hours. ثلاث ساعات. اختار إيه؟ أنا عندي الفعل توك فلازم أحط معاها إيه؟ to drive from فروم our old house. نمبر 2 all the students wear a white white إيه؟ white uniform زي إيه؟ موحد زي رسم فور سكول يبقى اخترنا هنا إيه؟ uniform. نمبر 3 at school في المدرسة I sit next to a boy جلست بجوار أجلس بجوار ولد cold بمعنى يدعى ويسمى أحمد number four a fantastic day ده تعجب هنا هولي what a fantastic day يا له من يوم رائع we enjoyed استمتعنا we enjoyed it very much خد بالك ان بعد وات بحط صفة وبعد كده اسم وفي الاخر علامة تعجب طب ليه ما اخترناش how لا how fantastic بعد how بحط صفة A or N. Number five, he has an online diary. Diary, yani yomiyat. He has an online diary, yomiyat, al internet, on which he writes about his life. Number six, at night, Leyland, we can see a lot of. A lot of A in the sky في السماء, a lot of A stars, الكثير من النجوم. Number 7 Let's shopping, shopping للتسوق, فلازم أقول إيه؟ Let's go shopping. إمتى أحط do لو قبلها ذا؟ Let's do the shopping. أنا ما عنديش هنا ذا. فالحل هنا في Number 7 Let's هيا go shopping on Friday. خد بال حضرتك ان بعد لتس لازم احط الفعل فين؟ في المصدر. والفعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافات. تمام كده؟ نمبر 8، وي انجويد احنا استمتعنا in the new swimming pool في حمام السباحه يبقى وي انجويد سويمينج in the new swimming pool. اللي الصفحه. بتكلم دلوقتي يا مستر في حاجة مهمة جدا بالنسبة للقواعد. أنا بتكلم دلوقتي في زمن الماضي البسيط. The past sembletons. زمن الماضي البسيط. الاستخدام يدل الماضي البسيط على فعل حدث في الماضي وانتهى، حاجة خلصت وانقطعت صلتها بالمضارع، بالحاضر. مثال: she visited كايرو last month. أولا يا مستر حضرتك كاتب بالأحمر إي دي. ده زمن الماضي فين الكلمة الدالة last she visited Cairo last month المثال اللي بعده when I was young عندما كنت صغيرا I went to Alexandria ذهبت إلى الأسكندرية هنا في تتابع أزمنة when بيجي ماضي وبعد الماضي بحط ايه ماضي, ماضي, ماضي برضو اوكي ده اسمه تتابع أزمنة التكوين يا مستر يتكون الماضي البسيط من المصدر مضاف له اي دي او التصريف الثاني للفعل الغير منتظم غالبا الافعال بتنتبه دي واحنا بنسميها الافعال المنتظمه زي ايه يا مستر كده كلايمد زي بلايد زي واتشد زي هيلبت وهكذا ايه اللي بياخد إيدي كل الضمائر الاي يو هي شي ات وي ذاي كلهم مثلا بحط ايه في الفعل المنتظم بحط له اي دي ذي كلايمد ذي بلايد الصورة الثانية يا مستر لزمن الماضي البسيط الصورة مختلفة تماما الفعل هنا شكله بيتغير بمعنى بمعنى ايه يا مستر بيتغير حضرتك عندك هنا سويم مضارع الماضي سوام انا غيرت الفعل نفسه طب لما غيرتوش لا يبقى فعل منتظم بحط له الافعال غير منتظمه وهي تلك الافعال اوكي ثلاث تصرفات غالبا بيكون الاول غير الثاني غير الثالث واحيانا بيكون الاول زي الثاني زي الثالث واحيانا برضو تانية الاول مختلف عن التاني والتاني مختلف عن التالت وهكذا كل الضمائر اللي عندي يا مستر بتاخد سوام ده فعل غير منتظم سوام سبحة عند سلبت ده برضه ماضي بسيط ده فعل غير منتظم كتب لك طبعا هنا ايه important حاجة مهمة جدا لما جانفي في الماضي البسيط يا مستر بنف بددنت وبعد ديد او ديدنت في النفي بنف بددنت وبعد ديدنت لازم ارجع الفعل في المصدر يعني الفعل بيكون فاضي النافي ننفي بدد انت ما الفعل للمصدر وكذلك الحال نسال بدد في السؤال برضو ما إعادة الفعل للمصدر باسلوب تاني حضرتك عندك didn't وعندك did اوكي ياتي بعدهم الفعل في في المصدر لان did و didn't بيسروا الايه؟ الماضي وبيحط المضارع تمام هسال بايه؟ هنفي بايه يا مستر؟ كل الضمائر معاهم didn't or did not or didn't I didn't or I did not climb أو or play بعد didn't أو did لازم أرجع الفعل فين في المصدر did ده سؤال بعد did لازم أرجع الفعل فين في المصدر والسؤال بدأ ب بمعنى هل هو جاوب على بيس أوي أو إيه أو نو did you swim or did you sleep وهكذا أمثلة على الاستفهام في الماضي البسيط نمبر 1 did you swim in the sea هجاوب بيس ده سؤال ولا مش سؤال يا أستاذ ده سؤال عرفت إزاي منتهي بعلامة الاستفهام هبص على أوله عند فيها دبل اتش ولا مفيش لا ما فيهاش يبقى حضرتك لازم تجاوب بيس او يس ايه؟ اور نو طالما ما فيش في الجمله هنا اور ما بيفيش هنا تخيير يبقى تاني يا اساتذه لو عندي هنا اسمع سيادتك معايا لو عندي في الاخر الجمله في علامه استفهام ببص على اول الجمله لو مفيش فيش دبليو اتش مفيش وير مفيش فيش وين ما فيش وات ما هاو كل ده دبليو اتش برضه لازم اسال بايه؟ لازم اسال ايه؟ لازم اجاوب عليه بايه؟ بيس او ايه؟ او نو اوكي؟ Did you swim in the sea? Yes, I did. أو ممكن أقول I saw a dolphin too and I swam with it. ده كل ده يا مستر ماضي. طب السؤال التاني. What food did you eat؟ إيه الطعام اللي أنت أكلته؟ خد بالك هنا معايا في الجملة. حضرتك دلوقتي أنا عندي فعلين، عندي فعل مساعد اللي هو did اللي بيديك زمن الجملة، وعندك فعل أصلي في الجملة ده اللي بيديلك معنى الجملة. تمام يا أست... تاني يا مستر كده عشان مش فاهم. أنا هنا بقول لك هنا عندك فعل مساعد، فعل المساعد ده ديد ده اللي بيديك زمن الجملة، زمن الجملة في الماضي. طب إيه اللي بيديك معنى الجملة؟ اللي هو الفعل ايت اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. What food did you eat؟ I ate a lot of fish. يستخدم زمن الماضي البسيط مع الكلمات الآتية. yesterday, امس, last past إخوات، ها؟ شبه بعض. last past، ماضي Ago بمعنى منذ وتأتي في نهاية الجملة. اوكي okay. وياتي قبلها المده الزمنيه وانس ذات مره وان داي ذات يوم ان 2020 اي تاريخ في الماضي ان ذا اول دايز ان ذا انشنت تايمز في العصور القديمه ذس morning هذا الصباح في مشكله ستة لازم يا اعرف الكلمات دي كلها علشان لو جالي زمن الماضي البسيط اقدر اجاوب باختصار يا مستر دلوقتي زمن الماضي البسيط بيعبر عن حاجه حدثت وانتهت في الماضي زمن الماضي البسيط له صورتين، الصورة الأولانية فعلا منتظمة بينتهي بإي دي وصورة غير منتظمة لا تنتهي بإي دي وتلك الحالة الفعل شكله بيتغير ويطلق عليه التصريف الثاني للفعل. لما أجي أسأل أسأل بديد وما أجي أن في بديدنت وبعد ديد أو ديدنت لازم الفعل يكون إيه فاضي يعني في المصدر. ولازم طبعا مستر إن أنا راجع على الكلمات الدالة دي أنا عشان أعرف حل. مع أساتذة لابس صفحة. عندي هنا مجموعه من التمارين واحنا مركزين على كل التمارين خصوصا التشايس الاختيار نمبر 1 تشوز ذا كوريكت انسر نمبر 1 لاست سمر فين الكلمه الداله انا سامع حد بيقول لي لاست برافو عليك لاست سمر ماي فاميلي هاد عشان ده الماضي ماي فاميلي هاد ا فانتاستيكال داي ان شارم نمبر 2 اي ديدنت اه انا سامع حد بيقول لي ديدنت انت بعد الفعل في المصدر انا يا مستر ما اعرفش اجيب الفعل في المصدر انت قدامك طريقتين دلوقتي عشان تحصل على الفعل في المصدر بتشوف الفعل في اس وتشيل منه الاس او بتشوف الفعل في اي ان جي وتشيل من أي ان جي فين الفعل في المصدر هنا سي اي didnt see her yesterday فين الكلمه الداله على الماضي هنا يعني انت عندك حضرتك هنا في didnt هنا didnt لغت اوكي وظيفه yesterday انا طبعا في الغالب لو شفت yesterday بحط ماضي لكن didnt لازم احط بعد الفعل فين في المصدر حتى في وجود الكلمه الداله على الماضي الحل نمبر 2 I didn't see her yesterday نمبر 3 she her homework yesterday عندي yesterday ماضي كله في الماضي يا مستر يبقى ده معتمد على المعنى she did her homework زي ما قلت لك ان عندك homework و housework اوكي okay. لازم نحط معاهم ايه do او does او did انت عندك yesterday في الماضي فاحنا اختارنا ايه did لان فيش الا ايه she did her homework yesterday نمبر 4 there some milk at the floor five minutes ago أول عندي يا مستر ago كلمة تدل على الماضي فلازم يا مستر ماضي عندك كم ماضي عندك was where يبقى استبعد am و is عندك ago ماضي يبقى لازم حط was ولا where أرجع هنا كلمة ملك غير معودة فلازم حط معها إيه was الحل there was some milk at the floor five minutes ago number five I didn't احنا اتفقنا مع بعض ان بعدين لازم احط الفعل فاضي الفعل فين في المصدر I didn't meet my friend Yesterday الصفحة المقابلة نمبر 6 هنا عندي يا مستر في الآخر في yesterday يبقى لازم أحط did did Mohammed see his mother yesterday نمبر 7 last week ماضي we gave عشان ده الماضي we gave them some presents نمبر 8 my sister didn't إحنا قلنا بعد didn't لازم أرجع الفعل في المصدر my sister didn't to buy any box في طريقة تانية يا مستر في اكسرسايز تاني اللي هو التصويب نمبر 2 read and correct the and learn the word نمبر 1 where does أحمد go a week ago uh, عندي كلمة ago منذ كلمة دالة على الماضي فلازم أحط الفعل هنا إيه المساعد did تمام نمبر 2 did you had a good weekend yes yes I did did you بعد الفعل فين في المصدر يبقى did you have اوكي نمبر 3 مهند doesn't play tennis yesterday فلازم يا مستر عندك كلمه yesterday ماضي فلازم احط معاها كلمه ايه؟ didn't عشان نفي في الماضي didn't مهند didn't play tennis yesterday number four I ride a camel last week عندك كلمة last week كلمة دالة فلازم نحط معاها إيه؟ road I rode a camel last week نقلب الصفحة بسرعة كده يا مستر انتقلنا للشريحة رقم 7 سلايد نمبر 7 بنكمل برضو مجموعة من الأسئلة نمبر 5 choose the correct answer نمبر 1 my little brother is always of dogs my little brother is always frightened مرعوب خايف طب ليه يا مستر ده بقى حضرتك دلوقتي ده ده ايه ده فعل ده منتهي بايدي ولا ايه بالظبط؟ لا والله ده مش فعل. اولا دي صفه والصفه التي تنتهي بالايدي تستخدم مع العاقل. بينما الصفه التي تنتهي بالاي ان جي تستخدم مع غير العاقل طبعا في استثناءات بس مش عندنا في سنه اولى. نمبر 2 he spends two hours بعد سبيند لازم احط اي ان جي بعد سبيند يقضي لازم احط اي ان جي. he spends two hours doing his homework. نمبر 3 I ride مع كلمه a big wheel العجله العجله الكبيره زي السائل قلابة كده ولندن اي اي رايد اون a big wheel نمبر 4 We to the zoo last week last ماضي لازم أسمع إيه أنا سامع حد يقول وينت برافو عليك يبقى we went to the zoo last week number 5 we visit Khaled last night عند last كلمة دللا يبقى we didn't visit ليه بعد هذا لازم نحط الفعل فين في المصدر الحل number 5 we didn't visit Khaled last night number 6 if we are hungry we go to the restaurant or the كانتين لو احنا جعانين بنروح فين الريستورنت المطعم او الكانتين نمبر 7 I feel quite nervous during exam كوايت عندي يا مستر اتنين quiet هل هي A ولا B لا هي quiet بمعنى تقريبا او الى حد ما تبدي دي بمعنى يا مستر لا دي بمعنى هادئ فالحل I feel quite nervous during شعرت بالقليل من العصبية اثناء الامتحانات ليه كده بس Number eight. I love all my friends. I love all my friends. They are all friendly. تمام. I love بحبهم بما كلهم إيه friendly ودودين. Number nine. I saw an about dolphins. شفت إيه an exhibition. بما عرض أو استعراض. Okay. I saw. بس I saw a show. I saw an exhibition about dolphins. أنا شفت. Okay. عرض عن إيه dolphins. Number ten. Yesterday I the 5 o'clock train to Alexandria I took. طب ليه حطينا ماضي؟ عشان حضرتك عندك ايه يسترداي فلازم نحط معاها ماضي معنى الجمله. يسترداي انا استقليت او ركبت قطار الساعه الخامسه الى مدينه الاسكندريه. الصفحه. انتقلنا يا مستر دلوقتي في الوحده الوحده نمبر 7 الى الدرس الثالث والرابع. شوف كده اساسنا معاه كلمات New, new vocabulary كلمات a repeat after me frightened frightened cave cave alone alone jungle jungle island island stressed stressed types types although although sailor sailor rock rock voice voice opera opera nearby nearby تمام يا كده نكمل يا مستر هنا challenge challenge trumpet trumpet dead dead musician musician adventure story adventure story cold cold wet wet sound sound classical classical terrible storm terrible storm pop music pop music coconut coconut traditional traditional beach beach هنا الصفحه عندي مستر رقم 2 نمبر 2 التعبيرات اللغويه هنا لازم اخد بالي من ايه من حروف الجر اللي معايا عند هنا بواسطه دانيال ديفو باي دانيال ديفو بواسطه الكاتب دانيال ديفو along the beach على طول الشاطئ أو بطول الشاطئ swim or swam to swam to يعني سبح لي أو إلى what kind of ما نوع on the island على الجزيرة what types of ما أنواع happened to حدث لي there was بمعنى كان يوجد للمفرد وبعد was لازم أحط غير معدود أو a أو آن الجدول اللي بعده want to يعني يريد ان look for يبحث عن وحضرتك انت عندك look for يعني يبحث عن look at ينظر الى look for يبحث عن look after يعتني يعني به look up يبحث عن كان في قاموس اوكي okay. look like يعني يشبه ايه الموجود يا مستر look for بتساوي كلمه search for sleep on a bed sleep on a bed dead fish quarter past ten quarter past ten found out found out aged five, aged five, do the shopping, do the shopping. نمبر 3 ملاحظات لغوية نمبر 1 أنا عندي الفعل although يعني بالرغم من عند بط يعني لكن because يعني بسبب أو لأنه and يعني و ناخد حاجة حاجة مستر عندي كم حاجة عندي أربع روابط نمبر 1 although بمعنى بالرغم من والطرف بين جملتين بينهما تناقض وقد تأتي في وسط الجملة أو في بداية الجملة although اسلام بلايد ويل بالرغم ان اسلام لعب كويس هي lost ذا ماتش خسر المباراه. ليه كده اسلام؟ ممكن اقولها باسلوب تاني اسلام لوست ذا ماتش although هي بلايد ويل. حضرتك دلوقتي عند الزوجه في اول الكلام اوكي بتعبر عن التناقض بالرغم انه لعب كويس خسر المباراه. نمبر 2 بط يا مستر بتساوى although لكن بط تاتي في وسط الجمله برضه بمعنى ولكن. بط بمعنى ولكن وطرب بين جملتين بينهما تناقض وتأتي في وسط الجملة أحمد ميد أبا كاب أوف تي عمل كوب من الشاي but هي didn't درينك إت لكنه لم يشربه هنا في تناقض حطينا إيه بط نمبر 3 Because بمعنى بسبب أو لأنه وتستخدم لتوضيح السبب. I don't like art. لا أحب الفن التربية الفنية. الرسم. Because I am not good at drawing or painting. لأن مش كويس في الرسم أو التلوين. نمبر فور آند بمعنى و وتر كلمتين كلمتين أو جملتين بينهما توافق I bought two pants اشتريت بنطلونين آند شيرت أوكي تاني يا مستر كده حضرتك أخدنا إيه دلوقتي أخدنا also بمعنى بالرغم منه تأتي في وسط الجملة وقد تأتي في وسط قد تأتي في أول الكلام وقد تأتي في وسط الجملة وتعبر عن التناقض بط بمعنى لكن وتأتي في وسط الجملة بيكوز يعني لأن وتأتي في وسط الجملة آند يعني و وطر بين جملتين او كلمتين اوكي بينهما توافق نرجع يا مستر هنا نمبر 1 مام لايكس بلاينج سبورتس بات شي doesnt like واتشينج سبورتس تمام هنا معنى الجمله ماما بتحب الالعاب الرياضيه ولكن شي doesnt like واتشينج سبورتس اوكي معلش هنا انت عندك هنا ايه عندك هنا بات في تناقض هي بتحب تلعب العاب الرياضيه اوكي هقولها ازاي باتشي داز نوت لايك ووتشينج سبورتس اوكي هنا عايز يا مستر عايز اعمل ايه هشيل بات احط مكانها سو مام لايكس لايكس ما هحط سو برضو مام لايكس بلاينج سبورتس اوكي هحط ايه هنا شي دازنت لايك ووتشينج سبورتس ماما بتحب العاب الرياضيه وبات هي ولكنها شي داز نوت لايك ووتشينج سبورتس في تناقض هنا نمبر 2 They can't go to the swimming pool because هنا لأن نادية can't swim هنا في عندي مستر because بمعنى لأن نمبر 3 although قلت في أول الكلام although I'm hungry بالرغم أن أنا جائع I don't want to eat another dead fish بالرغم أن أنا جائع مش عايز أكل سمك إيه فسيخ أوكي نمبر 4 سارة likes history yeah. تحب التاريخ and she likes playing games هنا في توافق يعني يا مستر كده نمبر 1 عند بط بمعنى لكن عشان في تناقض اوكي بيكوز بمعنى لان اوزو بمعنى بالرغم من في تناقض لكن عندي هنا اند في توافق في إيه في الجملتين يبقى عندي يا مستر بط اوزو تناقض عندي هنا بيكوز بتوضح السبب واند بمعنى و بين جملتين او كلمتين متوافقتين احنا دلوقتي في الشريحة سلايد نمبر 10 تشوز ذا كوريكت أنسر اختار الإجابة الصحيحة نمبر 1: It's a holiday today النهاردة إجازة. My father isn't going to work. لذلك بابا مش رايح الإيه الشغل. It's a holiday today so my father isn't going to work. نمبر 2: لمياء watches the tennis match. اوكي okay. she لافز the sport. هي اتفرجت على الإيه على مباراة التنس لأنها تحب الرياضة. Because لمياء watches the tennis match because she لافز the sport. number 3 It was cold yesterday الجو كان بارد بالأمس Okay Lamia did not want to go to the beach أختار إيه So It was cold yesterday So Lamia did not want to go to the beach Number 4 My father is very busy He plays sports every day في تناقض بابا مشغول جدا ولكنه يلعب رياضة يوميا كل يوم فنختار يا مستر ايه بت ماي فادر از فيري بيزي بت هي بلاي سبورتس افري داي الصفحه المقابله يا مستر نمبر 1 تشوز ذا كوريكت انسر نمبر 1 سما 5 ايجد التي تبلغ من العمر ايجد 5 مالها از فرايتند اوف ذا دارك خائفه من الظلام نمبر 2 ذا شيب السفينه اوكي سانك غرقت اند ذا كرو والطاقم طاقم السفينه دايد ماتوا نمبر 3 the man isn't alive الرجل ليس حيا he is dead ميت نمبر 4 my favorite music is بوب بوب ميوزك اوكي my favorite music is Pope اوكي 5 سلمى likes to بلاي the piano تحب تعزف على البيانو okay. سلمى لايكس تو بلاي بيانو ان هير باند يعني فرقه موسيقيه لابس صفحه بتكلم مستر دلوقتي في ليسنز 5 اند 6 1 نيو فوكابلري اللي بارتنر بارتنر كيتشن كيتشن انتري Entry, doodles, doodles, feelings, feelings, emotions, emotions, thoughts, thoughts, delicious, delicious, date, date, whiteboard, whiteboard, have a barbecue, have a barbecue, expensive, expensive, windy, windy, hopes, hopes, fantastic. fantastic nobody nobody better، better، coconut coconut great great rocks rocks musical instrument musical instrument شو بتقولوا بعض يلا بالصفحه تعبيراتها مثل موجودة في الدرس الخامس والسادس من الوحده السابعه الترم الثاني الصف الاول اعدادي grade 7 عند هنا على الافطار for breakfast توقف عن العمل stop working بعد stop حط ing وده توقف دائم اوكي لكن لو قلت stop to work يبقى توقف مؤقت asked me to it was okay كانت على ما يرام drop the phone يسقط الهاتف it was great كان عظيما with olives بالزيتون try to بعد try بحط to بعد to بحط الفعل في المصدر do math homework يؤدي واجب الحساب شوف كده معايا نمبر 1 it was to spend our weekend in Alexandria it was a terrible bad boring ولا fantastic انا اختار fantastic لان terrible فظيع سيء ممل فكلهم بمعنى واحد فلازم اختار fantastic it was fantastic to spend our weekend in Alexandria لقد كان من الرائع ان نقضي اجازه نهايه الاسبوع في الاسكندريه نمبر 2 How your English test last, last lesson how was Ashendomod and the English test مفرد. how was your English test last lesson? Number three is the pizza The pizza was really good okay but okay although it was expensive اوكي هقول هنا يا مستر انت عندك as و although و and because the pizza was really good كانت حلوه اوكي although اه أو بالرغم انها كانت ايه غاليه ولا اقول ايه ولا and the pizza was really good and it was expensive انت حضرتك عندك as بسبب because although مش هينفع نحطها في الجمله تاني the pizza was really good and كانت فعلا حلوه وغاليه الثمن ننتقل يا مستر للصفحة المقابلة كانت رائعة it was fantastic opinion about uh, opinion of it was terrible think of it was really good woke me up in the afternoon plan to يخطط لي take a selfie number one I prepare to have a today a barbecue okay بمعنى حفل شواء number two I have a Okay, I write on it every day بكتب فيها كل يوم a diary مفكرة يومية أو يوميات. Number three I hope I hope tomorrow, okay, a better day. أنا أقولها I hope tomorrow أختار إيه is a better is a better day. I hope tomorrow مش هينفع أقول إيه will لأن لازم أقول إيه will be a better day. فالحل يا مستر هنا is a better day. انتهت الوحدة السابعة تحياتي لحضراتكم جميعا مع وعد بلقاء ان شاء الله كان معكم مستر الصديق معلم خبير لغة انجليزية بورسعيد في امان الله